مريض القلب او امراض القلب والضغط دي حاجة مهمة جدا. والحقيقة انه النوع البسيط من امراض الضغط او امراض القلب بيستفيدوا من فترة الصيام، وبيكون ليها نتيجة ايجابية جدا على الصحة بتاعتهم. احنا عندنا كتير قوي من انواع امراض القلب، لكن اكتر حاجة شائعة هي امراض الضغط العالي. امراض الضغط العالي طبعا في ناس بتعتمد بصورة كبيرة جدا على الادوية بتاعتها، واعتمادها على الادوية بتاعتها دي بيخلينا نمنعهم ان هم يصوموا، الا اذا الدكتور طبعا ظبط الجرعة بتاعت الدواء بتاعته، فلازم نرجع له قبل الصيام وما نقومش احنا بالصيام كده لوحدنا، لان ده هيبقى فيه خطورة عليه. الحقيقة فترة الصيام الطويلة مع كل الدراسات قالت انه مرضى ضغط الدم بيستفيدوا جدا وبيقل قوي الضغط بتاعهم. برضو انا بقول انه الراحة، شرب المية، لازم ناخد بالنا كمان من الصوديوم اللي داخل جسمنا او الملح اللي داخل جسمنا. مريض القلب او مريض الضغط بيحتاج حوالي 1500 ملي صوديوم، وهو ما يعادل معلقة صغيرة. معلقة صغيرة ده يعني احنا ما بناخدش بس الصوديوم في صورة الملح الابيض الموجود على السفرة، لا، ده في حاجات كتير قوي فيها ملح احنا بناخدها، ايفن العيش اللي احنا بناكله فيه صوديوم، فلازم ناخد بالنا ونقدر كمية الصوديوم اللي احنا بناخدها في خلال اليوم. طبعا بنبعد تماما عن المشروبات الغازية لانها مليانة برضو املاح، بنبعد تماما عن العصائر المعلبة، بنحاول ان احنا ناخد الكركديه لانه الكركديه من الاعشاب الطبيعية والحاجات اللي بتساعد على حفظ مستويات الضغط بصورة كبيرة. في كلام كتير قوي عن الكركديه وابحاث كتير قوي عن دوره في خفض الضغط، طبعا هو غير مثبت علميا، لكن هو ليه دور، ده المثبت علميا، في تظبيط الضغط وليس خفضه او ارتفاعه. لكن العرق سوس برضو من الحاجات اللي بترفع ضغط الدم لانه في مادة بترفع الضغط، فبنبعد عنه لمريض الضغط في الفطار. طبعا برضو بنتجنب السكريات العالية ونتجنب الحاجات اللي هي مليانة دسم، لان ده بيرهق طبعا الشرايين بتاعت القلب، ممكن يزود كمان نسبة الكوليسترول في الدم.